إذا مثلا خلينا نحكي إذا بدنا روشتة سحرية خلينا نحكي لكل الأشخاص اللي عم بيشوفونا ممكن عم بمرقوا بحالة انفصال أو طلاق ولساتهم ها شوي شوي في بناتهم نزاعات، إذا بدنا نعطيهم روشتة سحرية نوعا ما للطرفين زي ما حضرتك تفضلتي شو ممكن تحكي؟ هو يعني فرس أول حاجة لازم نعرف إن قصة الطلاق دي أو الانفصال قصة صعبة أوكي. حتى لو كنا مش مبسوطين مع بعض أوكي. والناس اللي بيروحوا للإرشاد النفسي أو الدكاترة النفسيين بعد الانفصال اكتر من اللي بيروحوا في اثناء المشكله ده دليل ان المشكله خلاص تبلورت. يعني هو الواحد بيتهيأله ان هو لما ينفصل هيرتاح، لا أوكي. هو لما بينفصل ما بيرتاحش لان بتبقى حياه جديده عليه وبيحس ان هو بيواجه الدنيا بنفسه وهو قاعد حتى مفيش حد يتخانق معاه اوكي. فهي بتبقى فتره صعبه، فقبل الانفصال الفتره اللي قبل الانفصال دي كمان ولو في بقى مشاكل ودوشه وبتاع يا ريت تبقى بعيد عن الاولاد ان الاولاد يشوفونا واحنا بنتكلم بصوت هادي ما نعليش صوتنا في البيت ما نتكلمش بعنف. على فكره الام دي حسن الامان للطفل صح. يعني انا يعني لو اب مثلا بيزق الام فهو الطفل مش بالنسبه له دي مرات بابا او حاجه، هي بالنسبه له رمز الامان فبيحس ان الامان عنده مكسور طبعا لانه لما بيحصل كل حاجه بيترمي في حضنها. طب الحضن اللي انا بروح له ده بيتضرب ده بيتهان ده بيتشتم فبيكسر عنده الامان. فلازم الاب يبقى واعي ده ان هو بيحط لابنه عقد نفسيه فاي بقى مشاكل يا ريت تبقى بعيد عن الاطفال اوكي. لو انفصلنا ننفصل بشياكه يعني لو انفصلنا ننفصل نهايه اخلاق زي ما بيقول وبعدين قصه التواصل الاجتماعي انا مش عارفه يعني ايه ان واحده مثلا تدخل لحد على الفريندز بتوعه ومش عارفه فاز بتقعد تقول وتبتدي تعمل يعني حاجه يعني خلوا الموضوع انفصال ما يدخلوا فيه اي طرف حتى الاهالي بينهم هم اكيد لا وبعدين توصل ما ورد ده بصوره قبيحه يعني طب انت او انت مثلا لما دخلتي عملتي كده عند انت خدتي ايه بالظبط ما ده اللي كنت عايز اساله والناس بيقولوا اللي عمل كده شخص وبسهوله جدا بيتعمل بلوك وخلاص بالظبط الموضوع بيسوء فاحنا المفروض يعني الناس والاصل بقى والناس الاخلاق فعلا بتتعرف في الازمات لكن طول ما الدنيا لطيفه هم بيحبوا بعض والحياه ماشيه كل الناس مؤدبه وكل الناس محترمه. اذا الاساس الروشته اللي انت عم تحكي لنا عنها دكتور رباب هي الاحترام بين بعض ويحاولوا بهدوء يتناقشوا عشان ما ينعكس على أطفالهم. أكيد أكيد. بالضبط. أنا كنت عايز أسأل أستاذة ريهام على الموضوع ده بنشوف طبعا على السوشيال ميديا بما أنك كتبتي بوست عكس تماما اللي احنا بنقوله ده اللي هو شكر لزوج حضرتك السابق. في ناس كتير قوي بتفضح جوزها على السوشيال ميديا وبتدخل زي ما دكتور رباب قالت تكلم أصحابه وتشوه في صورته وكمان ساعات بتحاول توقع بينه وبين أهله. تقولي للناس دي إيه وتقولي للناس كمان إيه بعد ما ينفصلوا عن بعض ان هم ازاي يمشوا على نفس النهج بتاع حضرتك اللي هو النهج الراقي المفيد لكل الاطراف الصراحه مش بس ليك وكمان لاطفالكم. اولا اي طرف من الطرفين سواء الزوج او الزوجه اللي بيستغل السوشيال ميديا انه يفضح الجانب الثاني لمجرد انه يطلع في صوره كويسه ده بيفقد احترام الجميع طبعًا. او احترام الناس الواعيه على الاقل لان العشره الطويله او القصيره مجرد ان انا عشت معاك ايام ان انت تطلع اسراري بره او ان انا اطلع اسرارك بره ده بعيد خالص عن مبادئنا واخلاقنا وديننا ده بيقول كده ده اولا. كتير بقى من الناس اللي شايفين ان نهايه العلاقه بين اتنين الطلاق خلاص ده طبعا كلام غير صحيح خصوصا لو في اطفال بالظبط. يعني لو قدرنا نحول العلاقه الزوجيه والعشره الحلوه بعد الانفصال لصداقه مبنيه على الاحترام والحب والتفاهم ننسى اي ذكرى وحشه او اساءه حصلت لان خلاص ما مش هتبقى موجوده لان سبب النزاع فض زي ما بيقولوا بالطريقه القانونيه كده خلاص يعني احنا بقينا اصدقاء نفتكر بس الذكريات الحلوه والأوقات الحلوة اللي جمعتنا مع بعض ونبتدي صفحة جديدة تماما هنضمن لأولادنا حياة مستقرة وهادية نفسية سليمة وأعتقد إن ده الهدف الأول لكل أب وأم صح. وأهم حاجة يعني أحب أناشد أي أب وأم بلاش أنانية بلاش الأنا يعني قبل ما تقولي أنا أو قبل ما تقول أنا ابنك أو بنتك هو ده الأهم صح صح دي جدا ثروتك. يعني كلام حلو جدا وصراحة يعني أنا معجب جدا برأي حضرتك وإزاي اتعاملتي مع الظروف وفي عز ألم الانفصال اللي أنت يعني كنت فيه. أكيد الانفصال ما كانش سهل أن أنت حضرتك تتصرفي بأسلوب راقي وهادي ومحترم ومفيد لكل الناس دي حاجة حلوة جدا منك وبنشكرك على مداخلتك معنا أستاذة ريهام طارق الصحفية نورتينا في هو هن. أهلا وسهلا فيك ست ريهام وبدي أرجع كمان صراحة هيك نختم فقرتنا لليوم
سؤال لحضرتك للدكتورة. دكتورة رباب، هلا انت حضرتك على استشاري علاقات أسرية، امتى تنصحي الكابلز او الازواج يجوا لعندك تعطيهم نصيحه؟ سواء عشان احنا ما بنفضل الطلاق، ما في حدا بحب يهدم بيت اسره، يعني صعب كثير انه هدم، خلينا نحكي، جدران بنتوها مع بعض غير الاولاد وغير الذكريات والهي. انا وحده من الناس بفتره من فترات حياتي رحت على مارج كونسلر وتحدثت وساعدتني بطرق معينه. مارج كونسلر اللي هو استشاري علاقات اسريه. لو سمحتي احكي لنا امتى الوقت اللي بنحس فيه انه احنا عشان ما نوصل للطلاق لازم نروح لاستشاري دكتورة هيك جميلة زي حضرتك؟ لما أنا يعني بصي، هو المفروض البارتنر ده شريك حياتي، المفروض بيشاركني في كل حاجة. أوكي. لما ألاقي نفسي بستمتع بحياتي لوحدي، إن أنا سعيدة في النادي اللي هو مش موجود، إن أنا بلعب لعبة وهو مش موجود، إن أنا عايزة يبقى هو مش موجود عشان أشوف الفيلم وأخد النسكافيه بتاعي وأنا مريحة دماغي، أول لما أنا أعمل ده أو هو يعمل ده يبقى خلاص إحنا بنبتدي نبعد عن بعض. أوكي. فهنصحى تلاقي كل واحد في حتة وكل واحد حسب أخلاقه، يعني ممكن نصحى خلاص إحنا يعني بيقول لي إيه، خلاص إحنا نسيب بعض بالراحة عشان إحنا مش سعداء مع بعض. اللي حصل إن إحنا كل واحد بدأ يستمتع حياته لوحده او مع شريك تاني سواء ذكر او انثى، يعني ممكن مثلا عندي اصحابي في الشغل انا بستمتع ان انا بحكي لهم. أوكي. انا بستمتع لما نروح جروب السينما اكتر ما بروح مع شريك حياتي. فده معناه ان احنا بنبقى خلاص انا بطل وجود الطرف الثاني راحه او نفس لبعض، صار بستمتع وهو مش موجود. بفضل غيره عن وجوده. وجوده بيعمل لي صداع. لو انا لوحدي حاسه بسلام نفسي، لو هو معايا بيعمل لي توتر. اول ما بنبتدي بده لازم نشوف الغلط فين. ما يلجأوا بالاخر للاهل، يلجأوا لحدا مختص بهذا الموضوع، بس يقعدوا مع نفسهم الاول. يعني هو مبدئيا لازم الواحد برضو يقعد مع نفسه يكون حقيقي مع حاله ويبتدي يشوف هو قصر في ايه وظبط ايه وبعدين يبتدي بقى يروح لاستشاره اهل بعد الاستشاره. يعني